اساسا عندنا حوالي 704 محطه اللي تبع المؤسسه. كبيره متوقع فيها احنا اليوم اولا في زياره لولايه غردايا. الزياره نتاعنا تندرج في زياره المرافق والهياكل الموجوده تاع مؤسسه الابطال الموجوده على مستوى ولايه غردايا. ثاني حاجه احنا نطلع في هذه الزياره على الظروف العمل نتاع العمال تاعنا ونطمئن على بلي الظروف راها في المستوى، واذا فيه نقائص نتداركوها ونتخذ الاجراءات اللازمه. بنفس المناسبه اليوم قمنا بتدشين هذا المولود الجديد اللي هي محطه، هي لبنه جديده لولايه غردايا باش نساهم في تقديم خدمه افضل من حيث الكميه والكيفيه للمواطن الكريم وللزبون تاع مؤسسه نفطر. المؤسسه اليوم رانا كما قال لك رفعنا السقف، السقف رفعناه الى اعلى مستوى. اليوم في التوظيف تاعنا احنا عندنا شروط في التوظيف، الناس اللي توفر فيهم الشروط الخصوصيه فيما يخص بعض المناصب وخاصة فيما يخص اليوم المؤسسة نفطال حسب التوجيهات تاع السلطات العليا. هنا كما يقولك هنا في ديبا في لا ديجيتاليزاسيون، احنا مدابينا خاصنا من نمشيو بهاد التوجيهات، وذلك بتوظيف كما يقولك طاقات اللي تكون في المستوى والمستوى العالي.